السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. أنا أستاذ وليد. حياك الله. حضرتك سني ولا شيعي؟ أنا لحد الآن شيعي. طب اتفضل. بس إن شاء الله أكون سني إذا جاوبتني على هذا السؤال. وبس سؤال واحد؟ لا سهلة، أنا بفكرك هتقول لي عندي 30 سؤال ولا حاجة. لا لا لا، سؤال واحد وكلام رجال إن شاء الله. طب إيه رأيك أنا ممكن أتشيع لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لو أنت حللت لي الإشكالية بتاعت السؤال بتاعي، إيه رأيك؟ أنا ما قاري سؤالك وكل شيء ما أريد. يعني أنت مش عارف السؤال بتاعي، يعني أنت مالكش في العصمة، مش عارف موضوع العصمة صح؟ لا لا، أنا متابعك من زمان متابعك، بس عندي سؤال صغير إن شاء الله الله يهديني على طريق صحيح. إن شاء الله، تفضل لعله عسى يا رب يا رب، تفضل. بس فهمني قصة كسر ضلع الزهراء. قصة كسر ضلع الزهراء؟ أفهمها لك، حاضر، من عناية الاثنين، من عناية الاثنين. بص يا أستاذ، أولاً ما في رواية صحيحة مع كلمة التحدي، مع كلمة التحدي أن يأتي لنا الشيعة عن بكرة أبيهم بحديث واحد صحيح في كتب الشيعة يقول أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كسر ضلعها. دي الإيه؟ الإلزام الأول. يبقى ما فيش أساساً عند الشيعة حديث صحيح أن فاطمة كسر ضلعها مع التحدي، والتحدي مش ليك طبعا، ان انت شاب غلبان زيك زي التحدي الجميع، مراجع الشيعة بعلماء الشيعة بيوتيوبر الشيعة بكل الشيعة اللي موجودين على الارض، تمام؟ طيب دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، لو سألنا سؤال بسيط، فاطمة عندما ذهبت لتطالب بأرض فدك، ذهبت وهي مضروبة ام قبل الضرب؟ بسيطة اهي. فاطمة عندما ذهبت لتطالب بأرض فدك، ذهبت وهي مضروبة أم ذهبت قبل الضرب؟ تفضل قول لي. أنا قلت لك دكتور، أنا بس أريد أسألك. طيب يا سيدي، لو قلنا أنها ذهبت قبل الضرب، لو قلنا أنها ذهبت قبل الضرب، ما في قصة في التاريخ قالت أن بعدما فاطمة ذهبت إلى أبي بكر الصديق أنها ضربت بعدها؟ وإلا طب إيه دليلك يا وليد إسماعيل؟ الدليل بسيط جدا. ألستم أنتم الذين قلتم، والحديث ده موجود عندنا، أن فاطمة ماتت وهي واجدة على أبي بكر؟ لو سألنا ماتت وهي واجدة على أبي بكر لماذا؟ هل الجواب هيكون من أجل الضرب ولا من أجل فدك؟ هيقول كله من أجل فدك، ضاع الضرب. يعني هي تبقى ميتة وهي واجدة على أبي بكر الصديق عشان حفنة من مال، ولا عشان ابنها اللي وقع من بطنها وضلوعها اللي اتكسرت والمسمار والبيت والباب؟ كلام عقلاني، كلام عقلاني. لو قلنا بعد الضرب، لو قلنا بعد الضرب، يعني ذهبت لأبي بكر بعد الضرب، شلون تذهب لأبي بكر بعد الضرب وهي أساسا مش قادرة تاخد نفسها؟ دي واحدة سقط جنينها وضلوعها اتكسرت والمسمار دخل في صدرها والباب المولع وقع عليها والدنيا كانت خربانة، شلون؟ طب دي النقطتين كده، يبقى قبل الضرب ساقطة وبعد الضرب ساقطة، حجة الشيعة. طيب لما نروح لكتب الشيعة بقى، نجد أن فاطمة كانت تذهب إلى أبيها وإلى البقيع، يعني كانت بتروح لأبوها وبعدين تروح البقيع كل يوم اثنين وخميس، وما كانت تترك الاثنين والخميس. طب كانت بتروح إزاي وهي مريضة؟ جميل قوي، نروح إلى مصحف فاطمة، أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل يسليها في وفاة أبيها، في وفاة أبيها، يعني ما نزل يسليها عشان اتضربت، ما نزل يسليها عشان اتضربت، ما كان بياخد خاطرها عشان اتضربت. طب ايه تاني يا وليد؟ لما نروح لقصة حميدة، نجد ان حميدة عندما كان يأتيها النخاس او اراد ان يأتيها النخاس، كان هناك ملك ابيض كان يدافع عن حميدة، اللي هو الرجل الابيض ابو لحية بيضة وبملابس بيضة، كان بيدافع عن مين؟ عن حميدة. فاين ذلك الملك من دفاعه على فاطمة رضي الله عنها وارضاها؟ طيب ايه تاني؟ علي بن ابي طالب عندهم يعلم الغيب، يعني معناها عارف ان في مسمار في الباب، فلماذا لم يخلع المسمار؟ طب علي بن ابي طالب اساسا عارف ان ابو بكر وعمر جايين، وعارفين انه عارف ان هو ما بيلموا الحطب، فليه هو على الاقل ما راحش طلع كلمهم؟ ليه ما طلعش كلمهم؟ طيب من شيم العرب اساسا، من شيم العرب لما الباب بيخبط او المنادي بينادي من بره، مين اللي بيطلع؟ المراه ولا الراجل؟ ها؟ الراجل. الراجل؟ نعم. يبقى فاطمه ارجل من علي. لا حشا. طيب ما احنا اهو، وخد بقى، يعني بص انا دايما بقول ايه، الواقع يكذب الشيعة، الواقع، اقرا الاحداث الواقعيه، نزل الاحداث على الارض، الواقع يكذب الشيعة. الم تقرا ان علي بن ابي طالب جاء في فضله
أو في كلامه وغزله للسيدة فاطمة. بس أنا مشكلتي أن أنا ما بحفظ أشعار. لما قال لها لما لقى السواك وهي بتستاك به وقال والله يا سواك ساك مش عارف إيه باك والكلام ده، ولو أنت راجل كنت قتلتك والكلام ده كله، صح ولا مش صح؟ ممكن كلكم عارفينه بس أنا ما بحفظ أشعار. صحيح ولا مش صحيح؟ صح. يعني علي بن أبي طالب غار من السواك وقال له لو كنت راجل لقتلتك، غار من السواك وقعد في الأوضة الخلفية وساب مراته تفتح وهو جوه، وهو حد من الشيعة يكذب يقول لك ما كانش جوه، لا رواياتهم بتقول ان هو كان جوه. طب كل ده بقى فين؟ لا والاغرب من كده، ده علي بن ابي طالب عندهم استنى بس ان فاطمه تموت، قام جاي مقدم قدم جايزه لقاتل فاطمه، زوجه ام كلثوم، يلا ادي اول جايزه لعمر. طب وايه تاني يا عم علي؟ قام رايح متجوز 9، رايح متجوز 9. لا وايه المصيبه؟ مش في كده، مش مصيبه في 9 لانه ما اتجوزهمش مع بعض، دوت كان ليه 3 سراري وست نساء، وفي روايه 12 على فكره، يعني في روايه 12. لا ده في مصيبه 8، يعني بعد ما عطى بنته لعمر بن الخطاب قام رايح واخد مرات ارمله ابو بكر الصديق. راح اخذ ارمله ابو بكر الصديق، والله الذي رفع السماء بغير عمل، والله لو وقفت ما بين يدي الله، لو وقفت ما بين يدي الله والقصص اللي بيقولها الشيعه دي حقيقيه، اقسم بالله لا اعترض على امامه علي بن ابي طالب، واقول ان علي بن ابي طالب هو اللي فتنا، هو اللي فتنا بافعاله، هو اللي فتنا بالكلام اللي جه في كتب الشيعة يؤيد ده. اليس في كتب الشيعة انه اتجوز في روايه 9 وفي روايه 12؟ اليس في كتب الشيعة انه اعطى بنت ام كلثوم لعمر؟ اليس في كتب الشيعة انه تزوج ارمله ابي بكر الصديق ورب ابن ابو بكر الصديق؟ اليس في كتب الشيعة ان علي بن ابي طالب سمى بعمر وسمى بعلي سمى بعمر وسمى بابي بكر وسمى بعثمان؟ انا ماليش دعوه بترهات الناس المجانين دي، يعني انا مالي دعوه بترهات الناس المجانين دي. اي واحد يجي لي يقول لي لا اصل هو سمى بعمر بعمر مش عارف مين، انا كل ده من باب النقاش، لكن من باب العقل اقسم بالله ماشيله من تحت الجزمه، والله انا اناقشهم في المسائل من باب النقاش لا اكثر، لكن من باب العقل كل اللي بيقولوه تحت الجزمه، والله باحترامي ليك، مع احترامي ليك، تمام؟ يعني واحد يقول لي اصل سمى عثمان بعثمان ابن مزعون، اصل سمى عمر باسم عمر مش عارف مين، اصل سمى ابي بكر باسم ابو بكر مين، اصل ام كلثوم مش عارف مالها، اصل اتجوز ارمله ابي بكر الصديق عشان هي مش عارف كان زوجة جعفر قبليه. كل الكلام ده من باب النقاش لكن ليس من باب العقل. لو من باب العقل زي ما قلت ادخلوا مستشفى المجانين. اتفضل. والله استاذ وليد انا فكرت هوايه، اريد انا ادخل الجنه ان شاء الله، فاريد الطريق الصحيح. الطريق الصحيح اني الموقفني. بص يا ابني انا نعم. بس عايز افهمك حاجه والله. اولا لما بتدخل الطريق الصحيح نحن لا نقول قدس ابو بكر او قدس عمر او قدس عثمان او قدس الصحابة، لا والله احنا بنرجعك للطريق الصحيح الا وهو قران وسنه. قران وسنه، ما تقول ان القران محرف، تاخد بسنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه، تدور وتبحث عن الدليل الصحيح، مش اي دليل يقال لك على فضائيه ولا من وليد اسماعيل ولا من فلان ولا فلان تقول ده ليه وعشان ايه. ده دين السنة، ده دين السنة. تفضل. نعم انا هسه شو اسوي دكتور؟ والله احنا ما عندنا حاجة، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، واشهد ان محمد رسول الله. اللهم اني ابرأ اليك من الشرك، اللهم إني أبرأ إليك من الشرك، اللهم إني أبرأ إليك من كل من يقول بتحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال إن تحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من كل من يقول بتحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن، اللهم إني أبرأ إليك من سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إني أبرأ إليك من سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا لا إله إلا الله. اعذرني أستاذ. لا ما يهمكش تفضل. لا اللهم إني أبرأ إليك من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.